بسم الله الرحمن الرحيم. معك علاء طقش ومتطوع بجمعية نفحات الشام الخيرية. جمعية نفحات الشام الخيرية بمدينة ترماني ريف قلب، بتخدم قرية ترماني، حزرة، دير حسان، الحاب، أدخال. السوق الخيري من سلسلة أسواق جمعية نفحات الشام اللي قمنا فيه العيد الماضي، هالمرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. طبعا بيخدم كذا شريحة من شرائح المجتمع. ابتدينا بداية مع فئة الأرامل، نساء المعتقلين ونساء الشهداء ونساء المفقودين. إن شاء الله الفئة المستهدفة تقريبا 400 أخت بالمنطقة، طبعا مقسمين على القرى. بالمرتبة الأولى السوق راح يتوجه من الأرامل للاحتياجات الخاصة، للأطفال الأيتام، للأخوة المتطوعين، من الشابات والشابات ضمن المنطقة. وإن شاء الله هذا السوق مكمل معنا لأول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، وإذا إن شاء الله صار في إمكانيات وتوسعنا بهذا السوق راح نتوسع للأخوة النازحين من غير قرى مشان نخفف عليهم شوي عباء الحرب ومصاريف العيد إن شاء الله. لا انت قادر تسرع ومش تسرع.